السلام عليكم ومرحبا بكم في شهيوة جديدة من شهيوة أم أنس. اليوم جيت وجبت لكم هاد الكيكة الرائعة الاقتصادية ببيضة واحدة فقط وبتفاحة واحدة. كتعطينا صراحة واحد الكيكة اللي المذاق ديالها خطير جدا، اللي يعني مزيج ما بين الكريمة ديال الكاسترد والفانيليا والسترون والتفاح، يعني واحد المزيج خطير جدا. فغي جربوها، وهذا هو القوام ديالها كيف ما كتشوفوا. الكيكة فيها الكريمة ديال الكاسترد والكيكة كتجي مفشفشة ومقطنة ببيضة واحدة فقط كيف ما سبق لي وذكرت لكم. فاللي بغى تعرف وصم عليها تبع الفيديو إلا من الأول حتى الأخير. دعموني باللايكات ديالكم باش تشجعوني نبقى نجيب لكم دائما الجديد. اللي كي شوف القناة ديالي لأول مرة أو كي زورني لأول مرة فينضم للقناة بالضغط على زر الاشتراك، صابوني أو سبسكرايب أي الزر الأحمر، وكذلك تفعيل جرس جانب الزر ضروري جدا باش تبقاو تصلوا بكل جديد الوصفات. وما بقى لي اختي الا نقول لكم كيف ما العاده غنخليكم ان شاء الله مع الفيديو والمقادير، وكنتمنى لكم فرجه ممتعه. فبالنسبه للمقادير ديال هذه الكيكه اللي غادي نعملو، غتكون كيكه مميزه، كيكه بتفاحه واحده وبيضه واحده بمذاق الفانيليا ومذاق الليمون كتواتى جدا، وكذلك غادي تكون فيها واحد الكريمه اللي غتكون مميزه، كريمه الفانيليا او كريم كاسترد. فالمقادير جد بسيطة. فكيف ما كتشوفوا عندي هنايا بيضة واحدة، عندي هنايا واحد التفاحة كيف ما كتشوفوا حيت اللب ديالها بهذا الشكل، ها هو قطعته على جوج. عندي كأس إلا ربع من الزيت النباتية، كأس إلا ربع من السكر الخشن. عندي هنايا الفانيليا، فالفانيليا غنقسمها على جوج، هذه عقدة، اللي ما عندهاش العقدة فيمكن ليها تستعمل كيس من الفانيليا. فهاد الفانيليا غادي نقسمها على جوج، شوية غادي نعملوه في الخليط ديال الكيك وشوية غادي نعملوه في كريمة الكاسترد أي كريم باتيسير. عندي خميرة كيماوية 115 غرام، لكن أنا غادي نستعمل فقط 8 غرام، يعني ملعقة صغيرة. عندي هنايا حبة من الليمون، اللي ما عندهاش الليمون فبالإمكان ديالها تستغنى عليه، غنستعمل القشر ديالها وكذلك العصير ديالها. كيف ما كتشوفوا عندي الدقيق حسب الخليط، ان شاء الله غادي نذكروا لكم من بعد ما غنكون كنعمل الكيكه. وعندي هنايا ياغورت طبيعي، فانا طبعا ما غنعملش هاد 500 غرام كلها، وانما غادي نعمل 3 ملاعق فقط، يعني ما يعادل. المهم اللي عندها علبه ديال 100 غرام او 110 غرام فبالامكان ديالها تستعمل العلبه كامله. فغنتقل لكم ان شاء الله للكريمه او المقادير ديال الكريمه. فكيف ما كتشوفوا عندي هنايا نشا، نشا ديال الذره، يعني المايزينا، غادي نستعمل 3 ملاعق. بالنسبه للناس اللي عايشين في المانيا يعني النساء الجدادين ما كيعرفوش سميت المايزينا بالالمانيه، فسميتها شبايز شتياك، فموجوده في اي محل غتلقاوها في اي محل. عندي هنايا 3 معالق ديال السكر، يعني 3 ملاعق من السكر. عندي بيضه واحده، فانا شنو غادي نعمل، هاد البيضه ها هي غادي نستعمل الصفار ديالها فقط في الماء، يعني في هاد الكريمه ها هي، باش ما يترماليش هاد البياض. ها هو غادي نزيدو الخليط ديال الكيكه، يعني انا غنستعمل هنايا بيضه، يعني علاش غنرميها، يعني في الخليط ديال الكيكه غنستعمل بيضه كامله وبياض بيضه ديال هاد البيضه ها هي. وعلى جنب كيف ما كتشوفوا معايا عندي 500 مليلتر ديال الحليب، اي نصف لتر من الحليب. فغنجوز معكم ان شاء الله. طبعا الكريمه كيف ما سبق لي قلت لكم غنستعمل فيها القليل من العقده الفانيليا، اللي ما عندهاش العقده فبالامكان ديالها تستعمل كيس من الفانيليا. فغنجوز ان شاء الله على بركه الله، فعفوا الصوت ديالي مبيبح شويه، غنجوز ان شاء الله لطريقه التحضير. فاول حاجه غادي نهرسوا البيضه، وطبعا ما تنساوش بياض البيضه اللي غادي نكونوا حيدناه من البيضه الاخرى اللي غنستعملوا في كريمه الكاسترد. غادي نستعملوا السكر، ما يعادل كاس شاي الا ربع، يعني نقص من واحد الربع. غادي نستعمل قليل من نكهه او عقده الفانيليا، عملت نصف العلبه، والنصف الاخر غادي نخليه الكريمه. غادي نطرب الكل جيدا. فقبل ما نطرب الكل جيدا غادي نستغل الفرصه او نتهز الفرصه ونحك الليمونه ديالي. صافي، من بعد ما خلط الخليط جيدا غادي نزيد ديك كاس عنبه الا ربع من الزيت النباتيه. غادي نزيد 3 ملاعق ديال الياغورت الطبيعي، وكذلك العصير ديال الحامضه او الليمونه بهذا الشكل ها هو.
هذا بقى غادي نبقى نزيد الدقيق شيئا فشيئا. واحد، كيف ما كتشوفوا الملاعق مملوءه جيدا. جوج، ثلاثة، فالعبر او المقياس بملعقة حساء. اربعة، خمسة، ثم ستة. فغادي نخلط اولا، وقبل ما نبدا نخلط فغادي نزيد ملعقة صغيرة من البيكنج باودر. فاحنا تعمدنا نستعملو غير 8 غرام باش ما تنفخش معنا الكيكة بزاف. كيف ما كتشوفوا ملعقة صغيرة ما يعادل 8 غرام. غادي تشوفوا معايا القوام ديال الكيك ديالي، فكيف ما كتشوفوا فهو باقي خفيف شيئا ما. فاحنا استعملنا 6 ملاعق مملوءه جيدا من الدقيق. غادي نزيد الملعقه السابعه، غادي نخلط ثم غادي نشوف واش غادي نزيد له اولا صافي كفايه. صافي، فالكيكه او الخليط ديال الكيكه ديالنا واجد، وهذا هو القوام ديالها. دابا غادي نقوزو بسرعه فائقه، غادي نوجدو الكريمه او كريم باتيسير، اي كريمه الفانيليا. فكيف ما كتشوفوا معايا عندي هنايا، كيف ما كتشوفوا هنا عندي فهاد الكاسرول او توجينه صغيره صفار بيضه. فدابا شنو غادي نعملو؟ غادي نزيد 3 ديال الملاعق من السكر. بالنسبة اللي ما كيعجبش السكر بزاف فبالامكان ديالها تعمل ملعقة ونصف فقط او ملعقتين، تكتفي بملعقتين فقط. فغادي نزيد ديك القرعة ديال الفانيليا او نصف القرعة، فانا استعملت نصف ديالها في الكيك. دابا شنو غادي نعمل؟ غادي نجيب المايزينا 3 ديال المغارف، ملعقة، ملعقتين، ثم 3 ديال المعالق. ما يكونوش مملوئين جيدا، يعني يكونوا مملوئين عادي فقط. فغادي نجيب واحد المضرب اليدوي هذا الشكل ها هو، وغادي نبقى نزيد الحليب، عفوا نبقى نزيد الحليب شيئا فشيئا حتى تتلاشى الكويرات ديال الدقيق اللي عندنا، عفوا ماشي الدقيق وانما المايزينا. فانا باقي ما شعلتش البوطه، كيف ما كتشوفوا معايا الموقد مطفي، وغادي نبقى مستمره في التحراك المستمر في هذه الساعه. ها هي في هذه اللحظه عاد غادي نشعل الفرن ديالي، غنشعلو على 180 درجه. فكيف ما كتشوفوا معايا بدات كتعقد معايا. صافي، فغادي نطفي عليها البوطه وغادي نخليها على جنب. صافي، من بعد ما دهنناه بالزبده جيدا غادي نرش عليه الدقيق ملعقه بملعقه، ونبقى نحط دوائر هنايا كتجينا الكيكه ديالنا مزوقه. بسم الله، صافي. غادي نجيب دابا التفاح وغادي نقطعو كل شريحة تقريبا فيها سنتيم ونصف. فصافي، من بعد ما كملت التزيين ديالها غندخلها الفران ان شاء الله غيغطيب، غادي نوريكم طبق التقديم النهائي. كيف ما كتشوفوا معايا اعزائي الكرام، هذه هي الكيكه ديال اليوم، فهي باقي ساخنه جدا جدا، مهم سخونه 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 بزاف. فغادي نخليها تتبرد تماما بحكم انه الكريمه غادي تكون باقي فيها سخونه. صافي، غادي نعمل لها القليل من الناباج. فاللي ما عندهاش الناباج بالامكان ديالها الدهنه بالقليل من العسل او بمربى المشمش، يعني شي مربى تكون ما بيناش، يعني ما تبدلش اللون ديال الكيكه. هي الكيكه ديالنا او الكيكه ديال اليوم، فمن بعد ما بردات تماما قلبتها كيف ما كتشوفوا عندي هنا القليل من الناباج. فالناباج كيستعملوه كملمع للتورطات والحلويات، فسخنته شويش في الميكروويف، ودابا غادي ان شاء الله غادي نلمع به الكيكه ديالي او الكيكه ديال التفاح. هادشي
كيف ما العاده وكيف ما عودتكم دائما كنقطع معكم الكيكه او اي حاجه في النهايه، فغادي نقطع الكيكه. فهذا هو الشكل ديالها، كيف ما كتشوفوا كتجي هشيشه ومفشفشه، وهذا الجانب الاخر كيف ما كتشوفوا معايا. وما بقى لي خوتي كيف ما ديما وكيف ما العاده الا نقول لكم شهيه طيبه والى الفرصه القادمه ان شاء الله. باي باي.